رح أعملكم اليوم الهريسة. الهريسة من الوصفات الشعبية الطيبة جدا، في ناس كمان بيطلقوا عليها اسم البسبوسة. رح أعطيكم الوصفة الأصلية الشبيهة جدا بوصفة المحلات بدون استخدام جوز الهند. بداية بدنا نعمل الخلطة. أول إشي استخدمت كوبين من السميد، يفضل يكون السميد خشن، إذا مش متوفر تقدروا تستخدموا الوسط، أما الناعم ما تستخدموه أبدا. رح أضيف معلقة كبيرة مليانة من السمن، أنا استخدمت السمن الحيواني، تقدروا تستخدموا النباتي رح يعطيكم نتيجة مقاربة. رح نبدأ بعملية بس السميد، هاي الحركة اللي بنسميها البس هي خلط الدهون مع الجاف. رح أضل أخلطه وأفركه بإيدي منيح لحد ما يصير عندي شبه الرمل المبلول. بس أوصل لهاي النتيجة بالضبط رح أبدأ بالإضافات. ضفت 3 معالق كبيرة من السكر، تقدروا تضيفوا أكثر أو أقل حسب رغبتكم. ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو كربونات الصوديوم، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة صغيرة ملح بأصابع الثلاثة الأولى، وكوب واحد من اللبن الرايب أو الزبادي أو اليوغرت. رح أبدأ أحرك هاي العجينة منيح كتير بالمعلقة لحد ما أوصل لقوام طري مثل هيك. هلأ رح أغطيها وأتركها على جنب على الأقل 6 ساعات، أنا تركتها ليلة كاملة. تاني يوم رجعت للعجين، بيكون السميد تفتح وتشرب كل السوائل، وهي هي أفضل طريقة. أنا اليوم استخدمت وعاء من الفخار، تقدروا تستخدموا أي نوع من الصواني بتحبوها. دهنت الصينية بشوية من السمنة ورح أفرد فيها كمية من العجين. كمان استخدمت الصحون الصغيرة من الفخار بنفس الطريقة عشان تكون قطع فردية لكل واحد. إذا استخدمتوا صينية كبيرة استخدموها تقريبا بقطر 35 × 35. دهنت الوجه بالسمنة كمان، وهلأ رح أزينها باللوز الني. تقدروا تستخدموا أي نوع من المكسرات، تقدروا كمان تغطوا سطحها كامل بالمكسرات. أنا رح أعمل الشكل التقليدي اللي هو اللوز. بعد ما زينت وجههم باللوز بهذا الشكل، ضروري يكون الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180. رح أخذ هالصحون أو الزبادي على الفرن على الرف الأوسط، ورح أتركهم تقريبا لمدة 20 دقيقة أو لحد ما تتحمر الحواف. بهالوقت رح نحضر القطر، كوبين سكر مع كوب مي على النار لحد ما يبدأ يغلي أو الحواف تطلع فقاعات بهذا الشكل. رح أضيف إما عصرة ليمون أو شرحة من الليمون وأتركه بس يبدأ بالغليان بهذا الشكل. رح أعير له دقيقتين بالضبط وأطفي النار. بعد ما تحمرت حواف الهريسة بهذا الشكل طلتها من الفرن ورح أقطعها. بما أني رح أقطع بس الوعاء الكبير فطلته بس هو من الفرن، الباقي خليتهم بالفرن. بعدين رح أرجعها على التحمير لحد ما تاخد لون ذهبي. ضروري نسقيها القطر وهي سخنة، والقطر كمان لازم يكون سخن وعم يغلي. هلأ رح نشربها بالقطر السخن. الهريسة إذا سقيناها بالقطر البارد ما رح تطلع معانا طيبة تماما. بهذا الشكل تركتها على جنب لحد ما امتصت كل كمية القطر، بعدين بتصير جاهزة للتقديم. الهشاشة المثالية والطعم الرائع، بنصحكم بتجربة هذه الوصفة بالحذافير، طبقوها عشان تحصلوا على أطيب نتيجة. صحتين وألف عافية.